أنا لا أتكلم عن سلط، لأن كلمة السلط عربيا فيها مزج بالمعاني اللي وصلت إلى التسلط، من السلطة تصبح تسلط، وهذا مسار في تونس وفي كثير من البلاد الأخرى من العالم العربي الإسلامي، وهذا الذي نخرج منه. فأنا أدخلت العبارة الوظيفة، نعني بهذا أن إذا كانت السيادة بيد الشعب، وهذا ما أقرناه في الدستور، السيادة للشعب، ما يعني هذا؟ ما ينتج عن هذا؟ ينتج عن كل من له قسم من النفوذ فهو يعمل إلا لصالح المجتمع التونسي وتحت أمرة صاحب السيادة الذي هو الشعب التونسي، بحيث رئيس الدولة ورئيس الحكومة والمجلس التشريعي والقضاء والمجالس الترابية ما هي إلا وظائف، معناها أنا أكلفك بشيء وأحاسبك على تعاطيك مع هذا الشيء وهذه المهمة، وربما أعاقبك إذا خرجت عن هذه المهمة، بحيث هذا تصور جديد. تونس تريد أن ترسي ما نسميه دولة القانون والمؤسسات، لا دولة الأشخاص والأحزاب أو التطرفات الدينية أو غيرها.